أول ما نبدأ في المصطلحات، إن هذه لغة متخصصة فلا بد أن نفهم مصطلحات وأكثرها اصطلاحات. والاصطلاحات هذه تكون بيستخدمها أهل الاصطلاح، ربما لا يعرفها غيرهم. فحينما نتكلم مع غير أهل الاصطلاح لابد أن نحول هذه المصطلحات إلى لغة عامة. يعني مثلا كلمة إلجيا اللي هي ألم، اللي هي pain، أنالجيسيك اللي هي مسكن الألم، تمام، برونكاي اللي هي برونكايتس اللي هي الشعب الهوائية، السيزيريان سيكشن عملية قيصرية، كانديدايزيس اللي هي فطريات، سيفالجيا، سيفالجيا اللي هي الصداع، سيفالجيا، السيفال اللي هو الرأس. لو بصينا على اليسار هنلاقي انها لغة اصطلاحية قد لا يفهمها الكثير. في الوسط اللي هي اللغة اللي هي النون تكنيكال، غير المصطلحية، غير الاصطلاحية اللي احنا بنحولها ليها لما نيجي نترجم. طبعا الترجمة هي التحويل الى لغة مفهومة للجميع. يعني احنا دلوقتي لما نيجي نترجم لغة طبية، احنا بنترجم، هنترجم لما نيجي نشوف كيف نترجم، احنا بنحاول نعمل paraphrase، نحاول، لان احنا بنترجم لمن؟ يعني هو اهل الاختصاص في الطب خلاص هم اتعودوا على هذه المصطلحات ويستخدمونها، لكن احنا بنترجم لمن؟ احنا لسه بنتكلم في المصطلحات. المصطلحات قد يتعدد معناها، يعني معاني المصطلحات زي ما احنا شفناها انها ممكن ان البي سي ار مثلا له كذا معنى حسب المجال. لا، المعنى الواحد ممكن يعطي معاني في اكثر من مجال، زي مثلا امامنا على الشاشه امس multiple sclerosis في النيورولوجي، في الاعصاب، وماينر سيرجري، ام اس ماينر سيرجري ومالتيبل سكلروسيس. بي سي ار اللي احنا بنسمعه دايما دلوقتي كثير جدا، بي سي ار بلوميريز تشين رياكشن، ده في الميكروبولوجي. وفي بري هوسبيتال كير ريبورت، ده اذا كنا بنتكلم في الهيلث كير. باثولوجيك كومبليت ريسبونس في البريست كانسر. فهتلاقي في كل مجال هنلاقي ان الاختصار بيختلف. في اللغه العامه بريثلسنس اللي هي عدم القدره على التنفس، لكن ربما يكون من الجري، ممكن يكون اللي هي مثلا من الغضب، من اي شيء عاطفي، لكن هو ربما يتحول الى مرض، ويكون برضو اللي هو عدم انه محتاج رعايه طبيه ويتحط على جهاز تنفس. بريثلسنس ممكن تعني هذا، ممكن تعني هذا، لكن حينما تعني اللي هو المعنى اللي هو محتاج تدخل علاجي بيسموه ديسبنيا، اللي هي المصطلح تبعه. وقد يستخدمون ايضا المعنى الاول، ولكن ليكون اكثر تحديدا هو المصطلح اليوناني، هذا هو المستخدم للمرض، مع انه ايضا نفس المعنى اللي هو بريسلسنس هو نفسه، لكن عشان بس تغير اللغه اعطاه معنى اكاديمي، معنى اصطلاحي، معنى مرضي. نيجي للكلمة المشهورة جدا اللي احنا بنستخدمها obesity، overweight وfatness، وان احنا بنلاقيها دائما في مجال العلم التخصصي
الديبسيتي او اوبيزيتي. اوفر ويت بتكون والفاتنس بتكون دايما في المجال العام، لكن الاوبيسيتي والديبسيتي دي الديبسيتي طبعا متخصصه اكثر، كلمه اوبيسيتي مشهوره ولكن ايضا علميه، عكس الكلمه اوفر ويت وعكس كلمه فاتنس اللي هي ممكن تجدها في الصحافه، ممكن تجدها وحتى اوبيسيتي ممكن تجدها في الصحافه، لكن عشان تجد كلمه الكلمه الاولى ديبسيتي هذه اللي حاله مرضيه، يعني الديبسيتي هذا حاله مرضيه وليست بس زياده في الوزن يعني. فالحاله المرضيه هذه لابد نستخدم المصطلح لها.